صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأربعاء 11 أيلول سبتمبر 2013. بيسعدني رحب بضيفنا بالاستوديو الإعلامي مدير الأخبار في قناة الميادين سامي كليب. صباح الخير أستاذ سامي. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني الكثير من الكلام يعني يقال في هذه الأثناء عن لماذا تراجع الأمريكي عن الضربة على سوريا. هل تراجع الأمريكي أساسا؟ السؤال، بعض يقول ما زلنا ننتظر ضربة. هل قبل السوري ما لم يقبله لا الرئيس الراحل حافظ الأسد ولا حتى الرئيس السوري الحالي بشار الأسد سابقا عدم التوقيع على اتفاقية انتشار الأسلحة النووية؟ هل اليوم ستوقع سوريا على هذه الاتفاقية؟ إضافة أكيد إلى بعض العناوين الداخلية اللبنانية الصغيرة، يعني اليوم نعم. حجمنا كتير صغير لبنان، حتى أصغر ربما من الحجم الجغرافي سياسيا. صحيح. لكن التأثيرات قد تطال لبنان، كل العناوين رح نطرحها مع حضرتك. شب. لكن اسمح لي بداية أن أنتقل إلى زميلتي كريستين حبيب وموجز أهم الأخبار. مشاهدينا برحب فيكم مجددا، ونبدا حوارنا مع الاعلامي سامي كليب. استاذ سامي، بدايه من سوريا، لماذا لم تضرب سوريا في الموعد الذي حدده اقله الرئيس الامريكي باراك اوباما؟ شوفي ست ننسي، يعني ضرب سوريا لم يكن مزحه، يعني كان معروف امكانيات الرد عند الطرف الاخر وهي كبيره جدا، وكان حسب المعلومات الاخيره التي توفرت لدينا أنه وصلت رسائل بما يمكن استخدامه في الرد، إن كان من قبل السوريين الجيش السوري أو من قبل حزب الله بالدرجة الثانية أو من قبل إيران بالدرجة الثالثة، لأنه كان ممكن الحرب أن تبدأ حربا بضربة ثم تتوسع. الأمر الآخر، فهم الأمريكي من الرسائل المباشرة من الإيراني والتي نقلها الروسي أنه أي صاروخ سيسقط على سوريا سيعتبر حربا وليس مجرد ضربة يتم استيعابها، لأنه كانت التسوية الأولى أنه الأمريكي يضرب ضربة بسيطة يتم استيعابها وبعدها نذهب إلى جنيف. من دخل في هذه التسوية بداية؟ يعني هل فعلا كان الروسي يقبل بضربة محدودة كما سميت، يعني ضربة محدودة لبعض المنشآت لبعض المراكز العسكرية؟ يعني هل كان الروسي يقبل بإضعاف هذا النظام؟ أبدا، يعني أنا أعتقد أنه الروسي معركته في سوريا صار واضح الآن بعد عامين وعدة أشهر، صارت معركة روسيا في سوريا هي معركة سوريا في سوريا، وقالها أوباما، قالها بوتين. وأنا أعتقد أنه على مدى، إذا لاحظنا تطور الموقف الروسي، مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى تحديدا في الأيام الأخيرة الماضية أنه نحن لن نتدخل إذا صارت حربا ولن نحارب عن أحد، ولن نحارب عن أحد. أنا برأيي هذه كانت توريطة للأمريكي. الروسي لعبها بذكاء كبير أنه نحن ما رح نتدخل، إذا روحوا مثل ما عملت جلاسبي بالرئيس الراحل العراقي صدام حسين، ادخل إلى الكويت لن نتدخل. يتدخل فيتورط. ثم انتقل الكلام أنه جون كيري كاذب، قالها لافروف علانية أنه جون كيري كاذب بالأسلحة الكيميائية. انتقل الكلام أكثر أنه لا يوجد سلاح كيميائي، لم يستخدم الجيش السوري سلاحا كيميائيا، هذا أكدوا الروس. الأمر الرابع أنه نحن سنرفض أي قرار في مجلس الأمن. الأمر الخامس، الضربة ممنوعة، حدد السقف فلاديمير بوتين أنه الضربة ممنوعة، هو نفسه قال هذا الكلام. ثم وزارة الخارجية، كان واضح أنه الروسي ليس قابلا بصفقة من هذا النوع، أنه تضرب صواريخ استراتيجية وما إلى ذلك وأسلحة كيميائية. على كل حال سنتحدث عن الأسلحة الكيميائية، لأنه معلوماتنا أنه كل هذا الهمروجة مبنية تقريبا على لا شيء، تقريبا يعني لا في 1000 طن ولا من يحزنون، يعني ما في 1000 طن من السلاح الكيميائي. لا لا لا، في يعني كم خط إنتاج وفي بعض. بس هل اكتفت سوريا يعني بكيميائي السبعينيات؟ يعني كمان قد ايه منطقي هذا الأمر؟ ألم تطور هذا الكيميائي؟ البعض يتحدث بأنه سوريا باستعانة مع الروس تحولت إلى ربما دولة تملك سلاح دمار شامل. يجب أن نفهم أمرا ننسي، أولا أنه الروسي لن يعطي سوريا سلاحا كيميائيا يوما ما سيستخدم في مكان آخر، هذا محسوم. يعني في نوع من الصواريخ تسلم صواريخ عالية المستوى تماما، لو دخل الأطلسي كان يمكن أن تسقط طائرات وما إلى ذلك. ولكن الروسي بعقله الاستراتيجي هو ليس عدو إسرائيل، يعني يجب أن نفكر بذلك بشكل واضح. ثم للروسي مليون روسي داخل إسرائيل، يعني فلاديمير بوتين بعقله الاستراتيجي الذي اتضح أنه قوي جدا يفكر بعد فترة معينة أن يكون هو الوسيط أيضا بين العرب وبين إسرائيل. ربما لا يمكن أن يعطي سلاحا كيميائيا للسوري، هذا أمر. الأمر الآخر، وأنا هنا أراهن معك في هذا البرنامج،
حين يأتي المفتشون وتدخل سوريا معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، سيكتشفون أنه كل ما هو موجود في سوريا شيء سخيف جدا، بعض خطوط الإنتاج وبعض البراميل القليلة جدا. ربما يعني سيكتشف العالم أنه كل هذا الكلام عن 1000 طن وما 1000 طن كله كلام فاضي. هنا نشك كيف نحن كانت سوريا مستعدة أن تواجه العالم يعني كمان؟ لا عندها صواريخ. هل يعني كان بالآخر يعني كان في أكثر من صحاف في المرحلة الماضية إذا يمكن القول، لأنه كان في كلام عالي النبرة السوري باستعداد للمواجهة، قدرة على المواجهة وليس فقط الاستعداد، وحتى كانت تعول على الحلفاء يعني سوريا. شوفي حتى الآن يعني تم إثبات إنه دخلت صواريخ عالية التقنية أولا. الأمر الثاني أنه العالم كله منذ 2 و3 أشهر 4 أشهر يريد إسقاط النظام السوري. تبين أنه هذا الحلف، نحن هنا وهنا يجب التفريق تماما بين سوريا كسوريا لوحدها وبين حلف استراتيجي طويل عريض يبدأ من روسيا، يمر بإيران، يمر بدمشق ويصل إلى حزب الله مع هذا الدرع الدبلوماسي الذي شكل من قبل روسيا والصين. نحن أمام معادلة دولية كبيرة تلعب في سوريا، للأسف الشديد أيضا بدماء السوريين. إذن قدرة الرد السورية كانت عالية جدا، بمعنى أنه مرة واحدة اقتربت طائرة أطلسية هي الطائرة التركية من الحدود السورية أسقطت، وكان هذا مؤشر. المرة الثانية حين ارتفع الكلام الرسمي الأمريكي أنه سيضرب وستضرب وستضرب وستضرب، طيب اكتشف العالم أنه الروسي كشف أنه في صواريخ باليستية انطلقت من إسرائيل وأسقطت أو سقطت في البحر. مش عارفين إذا الروسي هو اللي كشفها ولا الروسي هو الذي تبناها، ولكن بنهاية الأمر كان المؤشر واضح أنه أي تحرك عسكري يتخطى الاستراتيجية المرسومة نحن سنتصدى له. إذن حين نتحدث عن قدرة سوريا لن نتحدث فقط عن قدرة الجيش السوري، وهي تبين أنها كبيرة يعني ليست مزحة، ولكن أيضا إلى قدرة حزب الله وما لديه من أسلحة، وقدرة إيران وما لديها من أسلحة، والدرع كان دبلوماسي ثم صار درعا عسكريا من قبل روس. يعني بوتين حين يقول نحن سندعم، نعم سندعم سوريا بالجيش وبالمال وبالشؤون الإنسانية، إذن القرار الاستراتيجي هو المواجهة. لا نتحدث عن بعض براميل الأسلحة الكيميائية أو المواد الكيميائية يعني من نهاية الأمر السخيفة سيكتشف. طب هذا السبب السخيف هو سبب تحول ربما إلى ذريعة عالميا كادت أن تشن حربا على سوريا. يعني اليوم عم نقول سخيف مثل ما قال بالعراق، يعني العراق أساسا هو نموذج ربما لهذه الذريعة، ذريعة الكيميائي بهدف شن الضربات. هل كان الأمريكي أو باراك أوباما هل كان فعلا يفكر كما فكر جورج بوش؟ شوفي أولا ذريعة الأسلحة الكيميائية، يعني أنا أريد أن أفصل بين أمرين، العراق وسوريا في فرق كبير بين العراق وسوريا. أولا شوفي على المستوى الدولي، يعني العراق حين ضرب وعدوان وبني على كذبة مش هيك، وتبين واعترف الأمريكيون فيما بعد أنه كذبة. طيب حين ضرب العراق كان الاتحاد السوفيتي عم ينهار، يعني ما كان في قوة أخرى تواجه الغول الأمريكي الهاجم على المنطقة. كان أيضا بعد الهجمات، واليوم ذكرى الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية، إذن في تهييج عالمي ضد إرهاب وضد أسلحة كيميائية، وكان الغول الجديد الذي صور للغرب هو الغول الإسلامي، وقيل آنذاك أنه صدام حسين تعاون أيضا مع القاعدة وتعاون مع الإسلامي، وبدأت كل الكذبات التي تطرح. والآن يعني الواحد لو بيراجع بالتاريخ وبيحاسب الأمريكان كان المفترض أنه يعاقبوا لأنه قتل 1.5 مليون من العراقيين بناء على كذبة، دمر بلد ودمر حضارة بلد. يعني طيب هيدا واحد. الأمر الثاني أنه صدام ما كان عنده حلفاء بقوة حلفاء سوريا الآن، كان مكروه أساسا يعني عالميا صدام حسين عالميا. يعني اللي جرى بسوريا أنه محاولة طبعا هز صورة بشار الأسد، تشويه صورة بشار الأسد على مدى السنوات الماضية، ثم الحرب الداخلية تشوه صورة أي رئيس بالنهاية، يعني في جيش يواجه جزءا من الشعب مهما كان السبب، ويواجه أيضا مقاتلين من الخارج. طيب بدأ هذه الصورة يعني يراد لها بوسائل إعلام عالمية وعربية كثيرة أن تصل إلى محل معين، إضافة إلى تشويه صورة المقاومة منذ عام 2006 إلى الآن، إضافة إلى الفتن المذهبية التي أريد لها أيضا أن تشوه كل هذه الصور. طب الآن سوريا يعني عندها حلفاء على مستوى الإقليم، أهم حليف معها اللي هو إيران. نحن عم نحكي
بمليون شخص جندي بين الحرس الثوري وبين الجنود، عندك 12 مليون من الباسيج مش هيك القوات الشعبية، عندك قدرات نارية هائلة، عندك صواريخ من شهاب 3 إلى سجيل إلى ما بعرف شو، هذه اللي تصل إلى 200 ألف كيلو يعني تصل إلى قلب إسرائيل، وعندك على المستوى الدولي أهم دولتين في العالم اللي هي الصين وروسيا الآن أولا عدديا، ثانيا بالنسبة للقدرات المقبلة. يعني ما تنسي أن الصين بعد فترة ستصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم، هذا أولا. وعندك إضافة إلى هاتين الدولتين دول البريكس المحيطة بهما. إذن هناك فرق شاسع بين صدام حسين ما كان عليه وبين وحتى بعض الدول الأوروبية كمان، ما بدنا ننسى أنه كانت يعني صامتة في مكان ما وليس صمت الرضا، يعني بالعكس هو الصمت المتخوف من الدخول في متاهات جديدة. الأمر الآخر قصة الكيميائي، يعني طيب الآن كل التركيز الأمريكي على الكيميائي، يعني كل ما حصل قبل الكيميائي وما يحصل بعد الكيميائي غير معروف يعني أو مسموح، دعينا نقول أنه نحن إذا تحدثنا بأسوأ الأحوال عن 1300 قتيل بالكيميائي أو بغير الكيميائي التي يتحدث عن الذين يتحدث عنهم الأمريكي، طب في عندك 130 ألف قتيل آخر لا يتحدث عنهم. الأمر الثاني وهو المهم أنه اليوم حين تستمعين إلى الخطابات الغربية لم نعد نتحدث عن إصلاح وعن ديمقراطية وعن معارضة، باعوا المعارضة وباعوا الجيش الحر وباعوا المسلحين وبدأنا نركز على الكيميائي. طب حين نذكر من الذي تحدث في البداية عن الكيميائي، أنا بتذكر إذا رجعنا بالتاريخ أول من تحدث هو المقدسي اللي كان ناطق باسم وزارة الخارجية، وبدأ يكبر موضوع الكيميائي حين يسأل وزير الخارجية السوري السيد وليد المعلم، كان يجيب بذكائه المعهود يعني أنه إذا كان فيه لن يستخدم، ثم الرئيس بشار الأسد قال نفس الكلام فيما بعد إذا كان فيه أسلحة لن يستخدم. طيب أنا بدي أسأل اليوم، هل السوري ورط الأمريكي بهذه اللعبة؟ هل فعلا ورطوا بهذه يعني هو سؤال أو طلعت بالصدفة وصار الأمريكي بده أي سبب للدخول إلى سوريا؟ طب قرر الدخول إلى سوريا، وأنا نحن حسب معلوماتنا يعني ما بدي أحكي فقط تحليل، أنا أعتقد واحد من الذين لجموا جماح أوباما هو الإسرائيلي، لأنه الإسرائيلي اكتشف بعد فترة أنه قد تنهمر عليه نوع من الصواريخ والأسلحة المتطورة جدا التي لم يكن يحسب لها. بس هون راح تصير في نظرية أن يعني سوف يعتبر البعض نتيجة كلامك أنه نظرية أن هذا النظام الحالي نظام الرئيس بشار الأسد يحمي سوريا من الصواريخ، يحمي سوريا ويحمي إسرائيل، ويحمي إسرائيل يعني من الصواريخ بحجة أنه سيقولون يعني لماذا لا يتم فعلا إزالة إسرائيل، لماذا دائما هذه الورقة وهذه المساومة أنه إذا ما صحيح. فكرتم شوفي. بضربة سوف نضرب إسرائيل. شوفي ننسي، الإنسان يحاكم على ماضيه وليس فقط على ما هو متوقع منه. يعني حين حصلت حرب سوريا وقفت إلى جانب المقاومة، يعني أنا بغض النظر اليوم إذا كان النظام السوري معه حق ولا ما معه حق ولا المعارضة معه حق ولا ما معه حق مش مهم، ولكن أنا حين أتحدث عن إسرائيل، حين حصلت حروب بين المقاومة وبين إسرائيل، بين حماس وبين إسرائيل، كانت سوريا خلف المقاومة، إذن أثبتت بنظامها الحالي أنه هي وقفت. هل المستقبل أنا لا أستطيع أن أتوقع ما الذي سيحصل، ربما غدا أوباما وبوتين يتفقان أنه فلنذهب بالمنطقة إلى تسوية سلمية وما إلى ذلك، ربما ننتقل إلى مجال آخر، بس أنا لا أستطيع أن أقول اليوم أنه بشار الأسد حمى إسرائيل، لا أستطيع أن أقول. هل تستطيع أن تقول أن إسرائيل حمت بشار الأسد؟ أيضا لا أستطيع، لأنه إسرائيل على مدى العامين الماضيين اليوم من الضربة الأمريكية، هل الإسرائيلي هو من حمى؟ بسبب خوفها يعني مش حمد. حمد ليس فقط ربما بشار الأسد، حمد سوريا بالأخذ ضربة قد لا تطال الرئيس السوري ما في بشار الأسد مباشرة. يعني أنت صحفية عربية وأنا صحفي عربي، نحن نعرف من تاريخنا ومن تجربتنا ومن قتل أهلنا من قبل إسرائيل، إسرائيل لا تحمي دولة عربية، إسرائيل لديها مصالح، فكيف إذا كانت دولة عربية تحمي المقاومة؟ أنا بتصور أنه إسرائيل كما أمريكا كما الدول الكبيرة تبحث عن مصلحتها، كل هذا الهيجان العالمي عنده هدفان، انسي سوريا، عنده هدف تطويق إيران ومنعها من الوصول إلى القنبلة الذرية، والأمر الثاني حماية إسرائيل. طب إسرائيل حين وصل مستوى القلق عندها بعد رسائل دقيقة جدا، وأنا أقول لك معلومة وليس تحليلا، رسائل دقيقة جدا تم فيها إيضاح حجم الأسلحة الموجودة والتي قد تستخدم، هي التي تراجعت
يعني مش انه حنين، لان المتضرر الاول ستكون لو صار يعني اعتبرت ان النيران ستطالها من سوريا ومن لبنان وربما اوسع حتى من فلسطين البعض كان يتوقع. وبعدين يعني انا ساضع نفسي وان شاء الله ولا مره اكون يعني بهالموقع مكان اسرائيلي يتفرج على سوريا على مدى عامين، شو بده احلى من هالمنظر؟ عندك جيش غارق في حرب داخليه، عندك اقتتال سوري سوري داخلي، عندك كل ارهاب العالم ياتي الى سوريا ويحصل ايضا قتال، عندك سوريا مشغولة بوضعها الداخلي بدل أن تكون مشغولة بالصراع السياسي، وعندك مصر الآن جيشها مشغول أيضا بصراع داخلي، وعندك العراق مشغول بصراعه الداخلي. يعني نحن نتحدث عن الدول الكبيرة مش هيك، الدول العربية الكبيرة، ناهيك عن الوصول إلى الجزائر التي أغرقت منذ بداية التسعينيات القرن الماضي أيضا بمشاكلها الداخلية، تفكيك السودان، ضرب اليمن. هذه دول أساسية، شوفي نانسي يجب أن يفهم المشاهد العربي، هذه دول أساسية في معركة دعم فلسطين تاريخيا. رح تابع معك بهذا المحور، رح تابع معك أيضا بكل تفرعات هذا التهديد الأمريكي. لكن اسمح لي أن نعود إلى زميلي كريستين التي ستطلعنا على أبرز ما لديها من صحف. إليك كريستين. شكرا نانسي، وبرحب فيك من جديد ببرنامج الحدث بعد الغيبة الطويلة. مشاهدينا صباح الخير من جديد، رح نبدأ جولتنا اليوم مع صحيفة السفير ومع مقال الزميل محمد بلوط في الصفحة الأولى. والسفير اليوم طبعا عنونت روسيا تحبط هجوم الفصل السابع على سوريا. كتب محمد بلوط: لا قرار دوليا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا وأسلحتها الكيميائية، ولن يكون لفرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أن تضع رأس دمشق والمخزون الكيميائي السوري تحت مقصلة الفصل السابع، ولن يذهب الروس في الصفقة مع الأمريكيين والسوريين على الكيميائي السوري أبعد من بيان رئاسي في مجلس الأمن يحول مبادرتهم إلى إعلان أممي لا حول ولا قوة إلزامية له. يتابع بلوط: وبعد أن أسقط بوتين من أوباما عنصر المبادرة والمباغتة دبلوماسيا، أصبح الكيميائي السوري مجرد مادة لعرض العضلات وشد الحبال في مجلس الأمن الدولي لأسباب مختلفة، أبرزها محاولة الرئيس الأمريكي الحد من تدهور شعبيته غير المسبوقة منذ 5 سنوات حتى الآن. يقول بلوط: والدليل على ذلك هو تراجع عدد المؤيدين للضربة العسكرية ضد سوريا في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وتأجيل التصويت الأولي في المجلسين إلى موعد غير محدد. من السفير انتقل إلى صحيفة النهار، ودائما في ملف المبادرة الروسية. كتبت موناليزا فريحة تحت عنوان: تفكيك الترسانة الكيميائية السورية نظرية حاذقة ومهمة مستحيلة. في المبدأ ليست تمة معلومات كثيرة متداولة عما يعتقد أنه واحدة من كبرى ترسانات الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط والعالم، ويعتقد أن لدى دمشق مخزونات كبيرة من غاز السارين وغاز الخردل وغاز الأعصاب، أما الوسائط الناقلة فتراوح بين صواريخ باليستية من نوع سكود وقنابل جوية وقذائف مدفعية، وتقدر أجهزة الاستخبارات الفرنسية حجم هذه الترسانة بأكثر من 1000 طن، وهي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط. بحسب الخبراء ستستغرق عملية التفكيك سنوات وستكلف المليارات، وتختلف عمليات إزالة الخطر بين العنصر المثبت في قذيفة أو صاروخ على غرار الولايات المتحدة أو المخزن عشوائيا والذي يجمع قبل الاستخدام كما هي الحال في روسيا. ففي الحال الأولى تتلف الأسلحة بإحراقها في مصانع مخصصة لذلك، أما في الثانية فتعطل فعاليتها بضخ مركب كيميائي من أجل وقف فعالية المادة. وتشير معلومات الاستخبارات الفرنسية إلى أن المخزون السوري مخزن جزئيا بصيغة ثنائية، أي على شكل مادتين كيميائيتين تمزجان قبيل الاستخدام، وتبدو هذه الطريقة قريبة من تلك المستخدمة في روسيا. ومن النهار أنتقل الآن إلى صحيفة الديار، ومن صحيفة الديار اخترت لكم خبرين. يفكر مطارنا بدعوة البطريرك الراعي للسفر إلى الفاتيكان وطلب إلى السلطات الروحية هناك التدخل لدى أمريكا وروسيا والسعودية والنظام السوري والمعارضة لوقف ذبح المسيحيين في سوريا، وتوجيه نداء دولي من كل أنحاء العالم لوقف المجازر الحاصلة ضد المسيحيين في سوريا. وفي الخبر الثاني من صحيفة الديار، يبدو أن السفن الروسية والأمريكية والفرنسية والألمانية المتواجدة مقابل سواحل لبنان وسوريا تتنصت على كل الاتصالات في لبنان وسوريا، وتراقب حركة تجمعات إرهابية تريد القيام بتفجير مصالح أوروبية في لبنان. من هذا الخبر الأمني إلى خبر سياسي من صحيفة اللواء هذه المرة،
وفي صحيفة اللواء اليوم كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن الحكومة الجامعة التي يلتف حولها سائر الكتل النيابية والتيارات السياسية وضعت على نار قوية، حتى إذا ما أزفت ساعة قيامها فلن تتأخر من أجل معالجة أمور الناس وتحقيق انفراج في الأوضاع الداخلية والمعيشية قبل فصل الشتاء، من زاوية أن لا معنى لحكومة تتشكل قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية بثلاثة أو أربعة أشهر، هذا فضلا عن أنه لا يجوز أن تتولى حكومة تصريف الأعمال مهام الرئاسة الأولى إذا تأخر تشكيل الحكومة وانتهت ولاية رئيس الجمهورية. توقع مرجع رئاسي للواء حصول تنازلات متبادلة لأنه ليس من مصلحة قوى 14 أذار أن تتولى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المحسوبة على قوى 8 أذار صلاحيات الرئاسة الأولى، الأمر الذي يقتضي منها أن تنتبه لاحتمال هذا الوضع وترضى بتقديم تنازلات صغيرة لئلا تضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة. من اللواء إلى صحيفة الجمهورية وقضية اجتماعية، نشرتها اليوم صحيفة الجمهورية قصة المرأة التي أجهضت 8 أطفال بقلم بولا الموراني، قصة جديدة عن تعنيف المرأة والعنف المنزلي التي تتعرض له النساء في لبنان. بتول فتاة من البقاع تعيش حاليا في شكة، اندثرت طفولتها وتلاشت في عمر المراهقة، تشوهات عقلية رافقت والد بتول وبدأت تتطور وتأخذ منحا إجراميا إلى درجة القتل المتعمد لعدد من الأجنة في رحم زوجته عبر استخدامه ضدها بعض أساليب الاضطهاد المدنسة لحرمة الإنسان. تؤكد بتول أن والدتها وبنتيجة تعرضها لعنف والدها المتكرر وأحياناً عمها أجهضت 8 أطفال. تقول كان يفتعل شجاراً معها لأسباب تافهة ثم يضربها بشدة ويرميها أرضاً ثم يدوس بطنها برجليه مرات عدة وينتهي الأمر بها إجهاضاً، وتضيف والدتي الآن لا تستطيع إنجاب أطفال لأنها عانت من نزيف داخلي نتيجة الإجهاض المتكرر وغير المتعمد، فأحياناً كانت تجهض بعد يومين من تعنيفها. من هذا الخبر المؤسف ننتقل الآن إلى صحيفة الأخبار، أيضا خبر مؤسف ولكن هذه المرة عن عودة موسم المدارس والتكاليف الباهظة التي يتكبدها الأهالي مع عودة أبنائهم إلى المدارس اللبنانية. تحت عنوان دعوا القسط جانبا ما الذي لا ندفعه، كتبت إيفا الشوفي اليوم في صحيفة الأخبار: هي معاناة مستمرة بين الأهالي من جهة والنهب المدرسي في بعض المدارس الخاصة من جهة ثانية، وفق ما يقول أحدهم استحولت مدارس لبنان إلى مشاريع تجارية رابحة بغطاء تعليمي تربوي، وأصبحت المعادلة ادفع أكثر تتعلم أفضل، أما المقصود بالدفع فلا يقتصر فقط على القسط المدرسي بل يتعداه ليشمل نشاطات ومناسبات ومستلزمات مدرسية تمتد طوال العام. ريما والدة طفل في المرحلة الابتدائية في إحدى المدارس الدينية تقول شاكية للأخبار: هناك بدعة جديدة بدأت تعتمدها المدارس أخيرا تسمى فتح الملف، تكلفتها 500 ألف ليرة لبنانية ندفعها بمجرد اختيار المدرسة، ثم يليها القسط 4,500,000 ليرة تضاف إليه 400,000 ندفعها مسبقا تكلفة نشاطات ورحلات وصور. تكمل ريما: مراحل السرقة المدرسية كما تصفها، أما الكتب المدرسية فهي سرقة فاضحة إذ يظهر التواطؤ بين دور النشر والمدارس فتفرض علينا المدرسة أن نشتري الكتب ومن مكتبة محددة بلغت كلفتها العام الفائت 600 دولار. ومن نكبة المدارس نختم الجولة مع صحيفة البلد وخبر من الصفحة الأخيرة: 200,000 أمريكي أقلعوا عن التدخين. أظهرت دراسة أمريكية نشرت الاثنين أن حملات مكافحة التدخين فعالة، مشيرة إلى أن أكثر من 100,000 أمريكي أقلعوا عن التدخين بفضل حملة وطنية أطلقتها السلطات الصحية في ربيع العام 2012. وحاول نحو 1.6 ملايين مدخن الإقلاع عن التدخين، وتوقف أكثر من 200,000 مدخن عن هذه العادة على الفور، وسيقلع أكثر من 100,000 عن التدخين نهائيا بعد مشاهدة إعلانات نشرت في إطار حملة أطلقها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من 19 أذار مارس إلى 10 حزيران يونيو، على اللبنانيين يتمثلون أو يمتثلون بما فعله الأمريكيون. أختم الجولة وأعود إلى نانسي. إن شاء الله كريستين، أكيد إن شاء الله يبقى هذا القانون الذي صدر، قانون منع التدخين. شكرا لك كريستين، وأنا كمان اشتقت لك الصبح وللجرايد.
استاذ سامي عودة لك. تفضل. هلأ ورد خبر على الشاشة عن محققي الأمم المتحدة وعن كلام، هل هذا الكلام بما يعني التصعيد على النظام وعلى ارتكابه جرائم حرب وإلى ما هنالك سوف يعيد طبول الحرب أم لا؟ أنا أعتقد يعني فقط لنذكر بالكلام أنه السلطات السورية يقول المحققون ارتكبت جرائم وقتلت جرائم حرب وقتلت مدنيين وما إلى ذلك. يعني في الحروب للأسف الشديد يحصل كل ذلك من قبل الطرفين، ولا شك أنه ما حدا بريء، يعني لا النظام بريء ولا المسلحين بريئين، بالعكس يعني نرى قتل مدنيين أينما كان للأسف الشديد، هذا ثمن الحروب. أنا لا أعتقد نانسي أنه في نية بوقف الهجوم على سوريا أو على النظام الحالي من قبل المحور الآخر، لأنه لا يمكن التفكير بهزيمة لمحور أمريكا وحلفائها وإسرائيل وبعض الدول العربية، لا يمكن، لأنه ذلك سيقلب معادلات كثيرة في المنطقة. الآن التقدير العام أنه أوباما خسر هذه الجولة وخسر لأسباب عديدة، أولاً بالنسبة لقوة الردع، ثانياً الأوروبيون يعني خائفون كانوا، وتبين أنه أبرز حلفائه بريطانيا تراجعت عنه، ثالثاً وهو الأهم أنه الأمريكي لا يفكر بالسياسة الخارجية كثيراً، المواطن الأمريكي يفكر بالداخل، تبين أنه أولاً الحرب قد تكون مبنية على كذبة، يعني ما عادوا يصدقوا نهائياً. الأمر الثاني تكلفة عالية جداً. الأمر الرابع لا مستقبل لهذه الحرب، خصوصاً أنه إن ضعف النظام، وكان هذا من النوايا التي رسمت للضربة المحتملة أو العدوان المحتمل، أنه طيب من سيحل مكانهم؟ لا يوجد عند الغربي إذا بدك يقين أنه المعارضة بشكل عام السياسية أو المعارضة المسلحة، يعني نتحدث غير عن النصرة والجبهات المتطرفة كجيش حرمة إلى ذلك، أنه قادرون على تولي السلطة. بالعكس كان في خوف وقلق كبير من أنه التطرف هو الذي، ثم إذا نظرنا إلى معني، يعني حتى البعض تساءل بأنه سابقا حين جرت هذه المقارنة بين حرب أمريكا على العراق وإمكانية الحرب الأمريكية على سوريا، بأن المواطن الأمريكي كان معني بالحرب على العراق وشعر بأن الخطر دق بابه بهجمات 11 أيلول. اليوم لا يعتبر بأن سوريا تشكل خطرا عليه في الداخل الأمريكي، يعني بالعكس يفكر أنه قد تشكل خطراً في المستقبل، في المستقبل بسبب التيارات المتطرفة. يعني أنا ذاك كان بعدنا الأمريكي بعده بهاجس وصدمة 11 أيلول، يعني لا ننسى ذلك. الآن التاريخ تغير وتبين مع الوقت أنه الأمريكي اعترف أنه كذب في العراق وما إلى ذلك. الأمر الثالث التكاليف، يعني صار في أزمة اقتصادية هائلة بال2008 على الأمريكي، تبين أنه جزء أساسي منها هي ثمن الحروب من العراق إلى أفغانستان. يعني نحن حين نتحدث عن ميزانية أمريكية 700 مليار دولار، الرقم ليس بسيطا. طيب أين الآن، من أين سنأتي بالمال؟ طبعا صار في عروض، وصار في عروض من بعض دول الخليج للأمريكي، لبل معلومات تقول لتمويل الحرب، مش بس هيك، ليس فقط تمويل الحرب، صار في عروض بإغراء بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهذه معلومات دقيقة جدا، أنه عرضت مبالغ من أجل الحصول على تصويت من الكونغرس الأمريكي لأوباما من أجل القيام بضربة. طيب المناخ الأمريكي تغير بالداخل، يعني اليوم شعبية أوباما من 5 سنوات الأدنى بتاريخ الرئيس الأمريكي، هذا الرئيس الذي جاء ليقول ولا زمن الحروب ولا زمن الغزوات، أنا سأعيد كل الجيوش الأمريكية من الخارج إلى حتى الداخل، حتى كان يعني يعتمد خيار الدبلوماسية بداية. الأمر الآخر ويمكن ما انتبه له الناس، وأنا بتصور لحسن حظ، مش عارف إذا كان حسن حظ ولا قراءة استراتيجية مبكرة، السوري أنا أتحدث عن السلطة إنه تحالفت مع بوتين منذ عام 2007، هذه ربما العالم لم ينتبه إليها، وبوتين اكتشف مع الوقت إنه سوريا هي مركز ثقل أساسي له. إذا كمان بالصراع العالمي، طيب ما صار في عندك أنت كباش على مستوى محورين أساسيين في العالم. لذلك أنا أقول إنه اليوم إنه هذه الذريعة إنه في إن سقط النظام إنه سيكون هناك مناخ، طيب يعني مش لافت إنه منذ أشهر ما عدنا نحكي لا بإسقاط الرئيس، ولا عدنا نحكي بالديمقراطية، ولا عدنا نحكي بإيصال المعارضة إلى السلطة، هذا أمر. الأمر الآخر إذا كان المعنى إنساني في إنه والله شوفي ما فوق ما في بعلم الصورة عند الأمريكي معروف إنه لما بيطلع رئيس أمريكي بيحكي في عنده أكيد. ناس متخصصين بعلم الصورة، إنه لما تحكي عن الأطفال الذين قتلوا، معنى تقديري إنه كل طفل قتل في سوريا شهيد بنهاية الأمر، لبل كل قتيل في سوريا شهيد، يعني لأنه هي حرب يعني لن تؤدي إلى شيء بنهاية الأمر، لابد من حل سياسي. طيب
بس يعني لما حين يتحدث الأمريكي بهذا، طب لماذا لم يبكي بالطريقة نفسها على 1.5 مليون بالعراق؟ لماذا الآن مثلا لا يهتم بدولة مثل الصومال إذا عم نحكي بالجانب الإنساني؟ طب لماذا لم يهتموا بالعراق حين استخدم سلاحا كيميائيا وأثبت أنه استخدم سلاح كيميائي؟ ما كان في الرجل الكيميائي في العراق شيء. طب أنا ذاك الكيميائي كان جاي من الغرب واستخدم وصمتوا عليه لأنه في صفقات سلاح. طب الآن نحن حين نشاهد أنه في دول الخليج مثلا آخر صفقة من السلاح كانت 70 مليار للسعودية، ستليها صفقة ب 30 مليار. نحن نلاحظ أنه ب 2011 و2012 200 مليار دولار من صفقات الأسلحة الأمريكية إلى دول الخليج تقريبا. طيب نحكي عن 12 مليار دولار لصفقة أمريكية أخرى إلى منطقة المغرب العربي، بالمقابل هناك صفقات ب 50 مليار دولار من الروس. إذن أيضا في مسألة بيع السلاح كان لابد من أنه بؤر التوتر تستمر لفترة أطول. الأمر الأخير أنه الأمريكي حين اكتشف أنه أولا العدوان سيكون ذا تكلفة كبيرة، ثم أنه الرد لا يمكن أن يتنبأ الإنسان باتساع حجم الحرب، ثلاثة أنه الحزب الديمقراطي كله كان سقط بأمريكا. يعني نحن بعد فترة بده يصير في انتخابات. بس ألم يدرك يعني باراك أوباما هذه الأمور؟ الكل حتى يعني الرأي العام العالمي كان يعلم بأن هذا مجرد تهويل كلامي. حتى حضرتك أستاذ سامي من أول ما طلع الكلام عن ضربة عسكرية كنت تقول لن صحيح. لن تقع هذه الضربة. ألم يدرك باراك أوباما بأنه يعني يخوض معركة كلامية وهو يعلم بأنه غير قادر على كان متوهم. شوفي كان متوهم أوباما أنه أنا بوصل لتسوي مع الإيراني مع الروسي حتى مع السوري بشكل غير مباشر، أنه يا أخي في أسلحة كيميائية أنا سأدخل وأضربها واستوعبوا الضربة وبعدين نروح على حل سياسي. طب بنهاية الأمر أنت بدك حل سياسي. الآن موازين القوى لصالح النظام السوري ليس لصالح المعارضة، رغم أنه أنا أقول أنه المسلحين أقوياء لدرجة كمان أنه ما استطاع النظام أن يقضي عليهم أو يحسم المعركة. لا حسم كثير معارك بس لم يستطع أن يقضي عليهم. والدليل أيضا أنه هذا في دعم كبير أيضا من الخارج ليس فقط أنه قوة. والأمر الثالث أنه كل الإرهاب الذي دخل إلى سوريا من دول من الشيشان إلى دول عربية مغاربية بس حتى البعض يقول أنه أيضا في بدليل كمان بأنه يعني من يقاتل على الأرض بوجه النظام يدرك بأنه إما قاتل وإما مقتول وإما مقتول سيكون. صحيح. يعني لا يرى أفقا حتى يعني إذا لم يتصل المعارضة إلى السلطة يعتبر بأن النهاية حتمية. شوف هذا الكلام مش كتير دقيق، مش كتير دقيق لسبب لأنه بالتصريحات الرسمية السورية واللي راح يكون فيها التزام دولي لأنه الروسي موجود بنهاية الأمر إذا غدا قال وقال النظام السوري مرارا نحن سنعفو عن كل من يرمي السلاح مش هيك؟ طيب في ضمانات دولية المفترض لمثل هذا القرار لأنه سيقول لك المعارض اليوم طب أنا لو رميت السلاح وذهبت للتسوية مع النظام من الذي سيضمن لي هذه التسوية أنه ما يقتلني فيما بعد مش هيك؟ طيب أنت حين تحدثين الآن عن ضمانات دولية لتسوية معينة إذن في ضمانات دولية لكل الأطراف. أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه الأمريكي شوفي الأمريكي أول طرف قال أنه القاعدة اخترقت المعارضة السورية، نسف أول مصداقية للمعارضة. وأنا أقول هذا الكلام لأنه أيضاً المعارضة أنا أعتقد هي ضحية الأمريكي اليوم. الأمريكي أول واحد قال القاعدة اخترقت المعارضة. الأمريكي أول من وضع جبهة النصرة على لائحة الإرهاب. طيب أنا إذا بدي قاتل النظام طيب كان ممكن أجل 10 أشهر قبل أن أضعها على لائحة الإرهاب، سرع إلى وضعها. الأمريكي أنا أتحدث عن المؤسسة العسكرية، أول من قال يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية بما فيها المؤسسات الأمنية، يعني يقول بوضوح يجب الحفاظ على مؤسسات الجيش والمخابرات وما إلى ذلك. طب ما هو السبب؟ أنا تقديري الشخصي أمام موجة الإرهاب التي ضربت المنطقة، طب ضعي نفسك مكان الأمريكي ومصالحه. الآن الأمريكي بحاجة إلى مصالح اقتصادية ونفطية وعندنا اكتشافات غاز في 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 البحر المتوسط هائلة، وعندك مناطق زراعية هائلة من الآن إلى السودان. إذا بده يحافظ على مصالحه لابد إذن من التحالف مع سلطات قوية بنهاية الأمر. طيب صار الإرهاب، نحن نتحدث عن تكفيريين وإرهابيين وما إلى ذلك من سيناء إلى العراق إلى سوريا إلى الأردن إلى لبنان، صار في عندك طوق هائل للمصالح الأمريكية وأيضا قد يلهب منطقة الشرق الأوسط
وقد يمتد إلى دول الخليج. يعني نحن كمان يوم التهديدات الأمريكية انفجرت سيارة مفخخة في البحرين، لا أدري من الذي فجرها. تحرك الشريط الحدودي بين اليمن وبين السعودية. طيب الأمر الآخر أنه هذا الإرهاب الذي الآن يقاتل في سوريا أو جزء من الإرهابيين الذين يقاتلون في سوريا، وأنا لا أضع كل المعارضة في سلة واحدة، هناك معارضون فعلا يطالبون بأمور محقة لهم وللشعب السوري. طيب حين تحدثين عن هذا الإرهاب الذي يضرب هذه المنطقة، ما الذي سيمنع أنه هذا الإرهاب سيرتد على الدول؟ يعني أنت لما بيكون عندك باعتراف الغرب الآن، باعتراف الغرب أكثر من 600 مقاتل غربيين يقاتلون في سوريا، وأنا أعتقد أنه الرقم ضئيل جدا، ممكن ضعفيه بأربعة وخمسة وعشرة. طيب هؤلاء بنهاية الأمر عندهم جنسيات، يعني أنا إذا كنت فرنسي وأقاتل في سوريا بنهاية الأمر يعني بشيل اللحية وبرجع بطلع على المطار وبرجع على فرنسا. طب أنا عقلي إرهابي، بالنتيجة رح أرجع فجر على أرضه. طب أنت بتعرفي ننسي أنه في خلال الحرب التي دارت في سوريا سلمت لوائح، وأعتقد أنه بعض الأطراف الأمنية اللبنانية ساهمت بتسليمها أيضا، سلمت للروسي وسلمت للأمريكي وسلمت عبر الروسي إلى الأمم المتحدة والأمريكي بأسماء إرهابيين من الدرجة الأولى. هؤلاء مطلوبين من قبل دول غربية وسلمتهم سوريا وبالأسماء والتفاصيل وما إلى ذلك. طيب معنات الحكي أنه أنت أمام معركة تتخطى المقبول والقابل للضبط، يعني ممكن أن تخرج عن كل ضوابطها. طيب بس كل هذا الكلام يخرج اليوم السوري يقول أنا مستعد للجلوس على طاولة مفاوضات مع هؤلاء السوري؟ يعني نعم. لا مش مع هؤلاء، يعني لا حدد شوفي بآخر تصريح أو بآخر شروط وضعوها للتفاوض كان محدد، يعني من يكون في مؤتمر جنيف، المعارضة في الخارج والداخل. بنهاية الأمر الطرفين قالا كل من تلطخت أيديه بالدماء، فلا أدري كيف يمكن تصنيف من لم تتلطخ يداه بالدماء، ولكن المعارضة في الخارج والداخل. الأمر الآخر في هذه الشروط وهو المهم جدا أنه الحكومة السورية وأطياف المجتمع السوري، إحنا نتحدث عن أطياف يعني كل مكونات المجتمع السوري، لا يمكن الحصر لا بالائتلاف ولا بالمجلس الوطني. يبدو بأننا سوف ننتقل إلى بث مباشر بعد قليل فور جهوز النقل المباشر. سوف ننتقل لبث مباشر. بعتذر استسامي على المقاطعة. أيضا بتابع معك. طيب اليوم حضرتك عم تعتبر أنه في خسارة؟ أعتقد بث مباشر لوفاة والدة. لا نحن في الصورة الجزئية الثانية ننقل النقل المباشر لمراسم دفن السيدة مي جنبلاط ووصول حزب الله وفد من حزب الله للتعزية بها. يعني ننتقل إلى وزير الداخلية ومؤتمر صحافي. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع مدير الأخبار في قناة الميادين الإعلامي سامي كليب. سامي، تأجيل تصويت الكونغرس، تأجيل جلسة مجلس الأمن اللي كانت مقررة بتوقيتنا نحن بعد منتصف ليل الأمس، هل يعني ذلك تأجيل الضربة على سوريا أو إلغاء ضربة على سوريا؟ يعني شوفي نحن الآن في عز الصفقة السياسية، يعني اليوم إذا قرأتي مثلا بعض الصحف حتى الإسرائيلية مثل يدعوت أحرانوت تتحدث عن اتفاق ضمني حصل بين الروس والأمريكيين. نحن معلوماتنا تقول، وتحديدا يعني التي حصلت عليها خلال اليومين الماضيين، إنه كل ما يقال الآن من هذا السيناريو الذي يظهر على الشاشات جزء منه صحيح وجزء غير صحيح. ما هو الصحيح اليوم؟ لماذا يمكن القول تجميد الضربة على سوريا؟ أولاً تم التجميد، تحدثنا عن الأسباب. أولاً بسبب إمكانية الرد وعدم معرفة يعني كيف إلى أين ستطور الأمور. الأمر الثاني أن الدول الأوروبية كانت ضد باستثناء فرنسا التي بدأت تغير رأيها في الآونة الأخيرة، الرأي العام العالمي والتكلفة الباهظة والقلق الإسرائيلي، يعني خمسة شروط أساسية والتصلب طبعاً الروسي الصيني. الآن في كلام جدي عن صفقة، إنه هذه الصفقة رسمت في قمة العشرين بين أوباما وبين بوتين، لذلك كان لقاء قصيرا، إنه إذا كانت المشكلة هي بالسلاح الاستراتيجي الكيماوي فنحن نستطيع أن نؤمن حلا، وحصل هذا الإخراج. إذا لاحظتي بالتسلسل الذي حصل، وهنا يعني أنا أقول لكل الأطراف السورية إنه الدول الكبيرة حين تتفق يعني على حساب الجميع بنهاية الأمر. طيب حين حصل الاتفاق بقمة جنيف صار الإخراج، أنه يظهر جون كيري وزير الخارجية يقول أنه نحن إذا سلم السلاح الكيماوي الرئيس الأسد فيمكن تجنب الحرب، هذا الخيار الوحيد.
بعده بساعتين بيطلع لافروف يقول نحن تقدمنا بمبادرة للوضع السلاح الكيماوي تعد. بعده بنصف ساعة أو أكثر بقليل بيطلع وزير الخارجية السوري وليد المعلم يقول نحن وافقنا على المبادرة الروسية. يعني الإنسان يجب أن يكون ساذجا لكي لا يفهم أنه كل هذا كان منسقا بين الأمريكي وبين الروسي أولا. لذلك إذا لاحظتي أنه أولاً الجانب السوري كان متفق سلفاً مع الروسي على هذا الإخراج، يقين واضح من خلال بس المقصر. لا يعتبر هذا الأمر خسارة لسوريا؟ يعني اليوم ما حافظ عليه النظام السوري من الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى اليوم الرئيس بشار الأسد كسر. يعني اليوم لا يمكن الحديث عن انتصار الرئيس الأسد أو هذا المحور. اليوم في صفقة تمت في تنازل كبير ما لم توقع عليه سوريا تاريخيا، وهي اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، يبدو اليوم أنها ستذهب إليه. دخول مفتشي الأمم المتحدة سوف يدخلون إلى سوريا. كل هذا الأمر هذا يعتبر خسارة وليس انتصار بنهاية الأمر. بنهاية الأمر بالصفقات في أخذ وعطاء. يعني لا يمكن أنه الإنسان يقول والله أنا انتصرت بالمية مية. ما في حدا بينتصر مية بالمية. حين تدخل الدول يعني بتصيري أمام حرب عالمية ثالثة وجيش يسحق جيشا، وبعدين بيصير في إذعان وفي تنازل. لكن بالصفقات كل طرف يتقدم خطوة إلى الأمام. يعني السوري تنازل بموضوع الأسلحة الاستراتيجية إن كانت مهمة أو غير مهمة. السوري تنازل في موضوع التدويل للأزمة السورية قبل النظام بجزء من التدويل اللي كان عم يرفضه ببداية الأزمة السورية. السوري قبل بدخول المفتشين. ولكن هل هذا القبول يساوي أو بقدر أهمية وقف العدوان على سوريا والدخول في تسوية حين تكون أوضاع النظام الحالي أو السلطة الحالية بشكل أفضل على الأرض، وحين لا يصل المقام إلى درجة تدمير جزء أساسي من عصب النظام وقطع خطوط الإمداد والمواصلات والقيام بعمليات داخل سوريا وإضعاف محور روسيا إيران حزب الله؟ الثمن أبخس بكثير مما أنه لو رفض وحصلت الحرب. لذلك نحن لا نقول أنه والله النظام السوري لم يتنازل. لا، تنازل النظام السوري، وهذا يجب أن يعترف به حتى النظام أنه في تنازل قبل بما لم يكن يقبله في السابق. ولكن هل بالتنازل قبل؟ يعني استراتيجيا قبل بهذه النقاط، عسكريا قبل بهذه الأمور، سياسيا الانتقال السياسي السلمي للسلطة هل هو من ضمن التنازلات؟ طيب، هل من ضمن التنازلات عدم ترشح الرئيس الأسد مجددا إلى ولاية جديدة العام المقبل رئاسيا؟ بالسياسي ما فيك تحكي عن سوريا بمعزل عن الآخرين. يعني الآن ما يحاول أن يفعله الأمريكي تحديدا، وبتصور خطوات إلى الأمام، هو ديل كامل مع الروسي ومع الإيراني ومع السوري وصولا إلى حزب الله. يعني عرض أول صفقة أنه يكون في تقاسم نفوذ في العراق، أنه التخصيب النووي في إيران يكون يتوقف بحجم معين، أنه تتوقف العقوبات، أنه يتم يعني رفع الغطاء أو غض النظر عن التسوية السلمية الفلسطينية الإسرائيلية حاليا، أنه يخرج مقاتلو تبادل يعني أراضي، أنه يخرج مقاتلو حزب الله من سوريا مقابل الطلب من دول الخليج التي تدعم المقاتلين الآخرين بوقف هذا القتال. كان في صفقة متكاملة. أنا بتصور شروط الصفقة لم تكن مناسبة للطرف الآخر، يعني الروسي والإيراني وإلى ذلك، رفضت وكاد يقفل الباب أمام التفاوض. بنهاية الأمر وصلنا إلى تسوية. أنا بتصوري الشخصي أنه هي ستؤدي إلى التالي. أولا كان بالأول في عقدة الإخوان المسلمين، هل تشاركون بالسلطة ولا لا؟ طب اليوم الإنسان لازم يفهم شوي أكثر أنه دول الخليج المركزية، يعني نحن نتحدث عن السعودية، عن الإمارات، عن الكويت، عن الدول الأخرى، كلها رافضة لمبدأ الإخوان المسلمين في مصر. فكيف ستدعم الإخوان المسلمين في سوريا؟ هذا أول مشكلة وزيحة. المشكلة الثانية اللي كانت مع الأمريكي، إذا عم نحكي بالاستراتيجية الكبرى، كان في حماس ومكاتبها في دمشق. طيب الأزمة السورية أخرجت حماس ومكاتبها من دمشق بفعل الواقع، مش هيك؟ طيب أنت زحتي كمان المشكلة الثالثة. المشكلة الثانية، المشكلة الثالثة دعم حزب الله في لبنان. مش بس هيك، أنه الآن بعد التبديل الانتخابي اللي حصل في إيران، جاء الرئيس روحاني وعبر في الرسائل الأولى كلها تقريبا كلها عن رغبة بالحوار مع الآخر، مع الأمريكي، لبل كان في دعوة للأمريكي لحضور مراسم التنصيب. ردت عليه أمريكا أيضا، شو بدك بكل الكلام الإعلامي اللي بيطلع، ردت عليه كمان أمريكا بكلام إيجابي جدا. اليوم شوفي شو عملوا الأمريكان.
لكي تصل إلى تسوية يجب أن ترضي إسرائيل من قبل الأمريكي نحن نتحدث، ويجب أن تقول للإسرائيلي أنا موضوع إيران أنا بحله، نسي موضوع سوريا. آخر هم الغربي اليوم، مع يعني تقديري لكل الناس بيفكروا العكس، آخر هم الغربي أنه تصل المعارضة إلى السلطة في سوريا، آخر هم. أكيد في عندك ديل أكبر بكثير في المنطقة، في خط وخريطة طريقة يعني. لذلك مبارح الذي قاله رئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس، أنا بتصور معه حق، يعني الكلام عن خذلان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالنتيجة. طب أنتم بتدفعونا للحرب، بتدفعونا للحرب وبتعطونا مساعدات، ولما نوصل لمنطقة معينة بتتخلوا عنا وبتمشوا كما تخلي. طب ننسي، شوفي رح أحكي لك عن التسوية السياسية أنا باعتقادي، ولكن راقبي كل الحروب الأمريكية على دول العالم، لم تصل إلى الهدف المحدد بذلك. مش بس هيك، كل الحروب الأمريكية بنيت على كذبة من أيام كوبا، من أيام الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، كل الحروب الأمريكية بنيت على كذبة. والأسوأ من هيك، كل الحروب الأمريكية اعترف الأمريكيون مش غيرون أنه كذبوا في هذه الحرب، يعني أنه كان في بمنطقة كوبا كذا لذلك دخلنا، طلع مش صحيح. بيرل هاربر كمان مش صحيح، حتى كولين باول نفسه يعني بالعراق هو الذي ادعى الوجود للأسلحة الكيميائية وهو الذي تراجع. طيب يعني الأمر الآخر، يعني أنا حين كنت أقدم لك أنه هن اللي قالوا أول ناس أنه القاعدة اخترقت النصرة، والقاعدة اخترقت المعارضة، وأنه النصرة صارت الطرف الأساسي، وبعدين صار التهييج من قبل القيادة العسكرية الأمريكية أنه الآن في خطر داهم من الإرهاب في سوريا وما إلى ذلك. طب شو كانوا عم يعملوا بنهاية الأمر؟ عم بتضعفي الجانب المعارض مش هيك، وعم تخلي النظام قوي بدرجة معينة، بس يقوى النظام أكثر من اللازم، تدعمين المعارضة بالسلاح لكي يستمر القتال. كما جرى في لبنان يعني بين الحرب الآن المعالية. استمرار القتال صار مرفوض لفترة طويلة، رغم أنه قد يستمر لفترة طويلة، مرفوض لعدة أسباب. أولا الإيراني فهم على مدى العامين الماضيين أنه هي في محاولة من الغرب لاستنزافه عسكريا وماليا على الأرض السورية. طيب حزب الله أيضا حين دخل في المعركة في سوريا أيضا محاولة لاستنزاف حزب الله، قبل أم لم يقبل هو يستنزف في سوريا، بيتمنى حزب الله 100 مرة كان ما يطلع يقاتل في سوريا ويبقى في الأراضي اللبنانية ويقاتل إسرائيل. طيب هناك استنزاف أيضا للواقع السوري الروسي، يعني الروسي إذا طالت الحرب أكثر سيقال طب أنت لماذا لم تستطع، صح دعمت النظام ولكن لم تستطع أن توقف هذه الحرب. إذن في كل العوامل. الأمر الآخر أنه أوباما والدول المحيطة بس بسوريا، بس يعني كيف سوف يكون شكل الحسم؟ خليني كفيلك الفكرة، فقط أوباما والدول الإقليمية بدأت تشعر بوطأة بقاء النظام. يعني أنت لما بتقولي أنه أنا يجب أن يرحل نظام بشار الأسد منذ سنتين، وبتشوفي كتركي وكقطري حصل التغيير في قطر وكتركي الآن في مشكلة بتركيا بالداخل كبيرة، مش بس مشكلة المعارضة، حتى مع حزب العمال الكردستاني يعني تم التراجع عن هذا الاتفاق الذي حصل. إذا نحن مقبلون على درجة أخرى من العنف داخل تركيا، وتحميل المعارضة لرجب طيب أردوغان أنك أنت فشلت بسياستك السورية. طب عندك السعودي بنهاية الأمر، إذا استمر القتال أطول سيطالب السعودي بأنك أنت لم تستطع أن تسقط هذا النظام الذي قلت أنك ستسقطه بالقتال، أنت والقطري والتركي وإلى ذلك. نظام السوري أيضا أنا بتقديري هو يفضل الآن، يعني رغم أنه هو يقول أنه يتقدم على الأرض ضد المسلحين وبعد القصير ورجع أخذ بعدة مناطق وفي ريف دمشق بعد في 20% منها وقد يتوجه إلى مناطق أخرى، ولكن بنهاية الأمر هو أيضا يفضل أن يتوقف القتال غدا ويقف الاستنزاف، لأنه أيضا ما ننسى رغم كل التسليح إذا بدك الاقتصادي اللي عم يحصل ومساعدات، وأيضا في اقتصاد الحرب بيعمل دورة، بس بنهاية الأمر هذا القتال إذا استمر طويلا أنت عم تستنزف في كل قدرات الدولة في قتال داخلي لن يؤدي بنهاية الأمر إلا إلى حسم جزء من هذه المعركة وليس كل المعركة. طيب صار في مصلحة عامة الآن أن نتوجه أكثر باتجاه حل سياسي. إذا قلنا مشكلة الإخوان المسلمين حلوها الخليجيين مش هو، مش النظام حلها، رغم أن النظام ما كان قابل بالبداية رغم كل الوساطات اللي حصلت من القطري والتركي والدول. طب حلت بالنهاية، الخليجي لن يضغط عليه لكي يكون هناك في أخوان مسلمين. في عندك المعارضة في الخارج والداخل الآن، إذا الروسي والأمريكي اتفق يستطيعون أن يجمعوا هذه المعارضة مع النظام لكي تحصل تسوية. أنا بتصوري ستكون تسوية تحفظ وجه البعض وترضي البعض الآخر. يعني مثلا إذا بدنا نحكي عن الأطراف المعارضة التي ستدخل في التسوية المقبلة، يعني الآن الشروط لم تعد الشروط اللي كانت قبل عام وعام ونصف. يعني الأمريكي والغربي بنهاية الأمر إذا اليوم بده يختار بعض وجوه المعارضة التي ستكون في السلطة المقبلة في سوريا،
ما عادت بنفس القوة اللي كانت قبل سنة وسنة ونصف، لأنه كمان حصلت مشاكل داخل المعارضة نفسها. يعني أنا حين أشاهد مثلا معارضا عنده تجربة تاريخية بالمعارضة مثل ميشيل كيلو، أكثر واحد رفع السيف ليقطع رقاب كل الحركات الإسلامية مثلا، مش هيك؟ وهو نفسه يذهب فيما بعد إلى السعودية ويدخل في تسوية معينة داخل الائتلاف لكي نعزز الوجود الليبرالي الديمقراطي وما إلى ذلك داخل الائتلاف. إذا نحن نتوجه أكثر فأكثر نحو نموذج من المعارضة قد يتم القبول به في نهاية الأمر. يمكن القبول بميشيل كيلو بعد كل ما يقال حول تشكيك بوطنية هذا الرجل، يعني بداية كان وطنيا رجع قلب إلى غير وطني حين يعني خرج من سوريا بالحروب، ممكن القبول بالحروب كل واحد بشكك بالتاني. يعني ميشيل كيلو طيب دعم الآن التدخل الغربي في سوريا، أكيد صورة ميشيل كيلو بالنسبة للنظام اليوم غير ميشيل كيلو من سنة ونصف ومن سنتين، مش هيك؟ بس بنهاية الأمر أنت لما بدك تعمل بين تسوية بين ميشيل كيلو وآخرين ما بتصير التسوية ننسي بين الأصدقاء، يعني بيقولوا لك أنه من تلطخت يده بالدم، طب شو أنت بدك تحاور مين بنهاية الأمر؟ بدك تحاور عدوك، بدك توصل للتسوية مع عدوك. يعني أنا مش عارف إذا ميشيل كيلو بيكون بالتسوية ولا، بس تقديري أنه في دعم له واضح من قبل دول من الخليج إلى أوروبا إلى مثله مثل غيره. يعني طيب صار في عندك نماذج من المعارضة بدأ يحصل لها دعم مباشر من قبل دول خارجية قد لا يكون لها حضور كبير في الشارع السوري، ما ننسى نحن أنه الذين يقاتلون على الأرض لكنها تمثل صوت آخر، صوت سياسي. يعني الذين يقاتلون على الأرض ما حدا بيمون عليهم بكل المعارضة اللي أنت بتشوفيها، ما حدا بيمون عليهم حتى داخل المعارضة كيف نفسها. كيف مينوا عليهم بالأمس أنه ينسحبوا من معلولة وتعتبر مدينة منزوعة، شو حصل قتال، منزوعة سلاح محيدة، حصل قتال يعني سحبوا نتيجة يعني الضعف معلولة كان ممكن عجزوا عن السيطرة، كان ممكن تدمر معلولة. طيب ما القصير حصلت قبل، القصير كانت أصعب بكثير. يعني حين اتخذ قرار طيب هنا السؤال نزي، يعني أنا كمان يعني ما بدي بين وكأنه والله في طرف معه حق في هذه الحرب السورية الدائرة حاليا أبدا. يعني آخر همي أنا بيهمني أنه الواحد يحافظ على سوريا وتعود سوريا قوية كما نريدها ويعود السلام إلى هذا البلد الجميل والحلو والعروبي بنهاية الأمر. طيب بكل القتال اللي حصل بالمعارك الحاسمة من الحما لحمص للقصير للمناطق الأساسية حين كان يتخذ قرار بالدخول، أين كانت الدول الغربية؟ تدعم بالسلاح فقط؟ طيب تدعم بالسلاح ويقتل من يهاجم، مش هيك؟ طيب الآن وقفوا عند الأسلحة الكيميائية هي الأساس. طيب كل القتلى في سوريا قبل الأسلحة لم الكيميائية لم يسقط ربما بأسلحة، لذلك أنا أقول أنه المشكلة ليست مشكلة معارضة، وهنا مشكلة قرار المبدأ المشكلة مشكلة محور. الآن نحن في صراع دولي كبير، تقاسم نفوذ دولي. أثبت بوتين في خلال هذا الصراع أنه هو قدرة كبيرة في هذا العالم ولن يتخلى عن قدرته، بالعكس. يعني حين طرح بآخر مرة بالقمة العشرين يعني أمام كل الأوروبيين والغرب الأمريكيين قال نحن يجب أن نغير مجلس الأمن. طب دول البريكس عم تسعى لتغيير صندوق النقد العالمي، صندوق النقد الدولي دولي. عم تسعى لتغيير العملة، ما يعود الدولار هو الأساس. طيب هو كان يقول، ونحن إذا رجعنا للخطابات من أيام ميونخ من 2007-2008 حتى اليوم نلاحظ أنه الروسي يتجه استراتيجيا اتجاها آخر، أنه أنا رجعت القوة الكبرى في هذا العالم مع الأمريكي ومع الصيني، خلص كسروا الأحادية، عالم متقدد بتعدد الأخطاء. حضرتك حكيت عن إمكانية القبول بميشيل كيلو من كاسم يعني كنموذج ربما القول، هل يعني مقبول بقاء رئيس بشار الأسد لما بعد 2014 دوليا الدول اللي بتدعمه قابلة فيه؟ يعني حين طرح والدول السؤال اللي بتخاصمه هل ترفضه رفضا قاطعا أو ممكن أن تقبل فيه؟ يعني ممكن قبول بعودة الرئيس الأسد. يعني شوفي نانسي، حين عرض الديل الأول، معلش خلينا نحكي على الشاشة، حين عرض الديل الأول على الأمريكي على الإيراني من قبل الأمريكي، جزء من هذا الديل أنه يبقى النظام مش بس بشار الأسد، يبقى الرئيس بشار الأسد، شرط أنه ألا يترشح بالعام 2014، أنه خلص نحن قابلين أنه يبقى حتى الآخر. طيب حين سأل الإيراني لماذا لا يترشح إذا كان جزء من الشعب معه وجزء أساسي ربما، فقيل له سيزور الانتخابات. قالوا للإيراني طب، قالوا للأمريكي طب جيبوا أهم لجنة دولية لمراقبة الانتخابات ونشرف نحن وإياكم عليها. قال لا، نحن لا نقبل بهذا الشرط. الآن الصراع أنه هل الرئيس بشار الأسد يبقى أو لا يبقى، أنا بتصور بنهاية الأمر سيحصل استفتاء إذا حصلت تسوية ويقرر الشعب السوري هل يريد بشار الأسد ولا لا يريده. يمكن يطلع والله أنه بشار الأسد عنده 70% من الشعب، يمكن يطلع عنده 10%،
بنهاية الأمر هذا الاتجاه الروسي يقول لك نحن لا نستطيع قياس شعبية الرئيس اليوم، نحن نشاهد أن سوريا مقسومة، في جزء معه في جزء ضد. طب لماذا نحسم الآن؟ طب الآن فرنسا تطرح مثلا قصة محاكمة النظام الحالي، الرئيس الأسد وبقية الضباط وما إلى ذلك، حتى أن البعض ينحرف يقول طب بدون الرئيس نحاكم الذين تحته. طب حتى هذا المبدأ مرفوض بنهاية الأمر، أنت حين تتجهين إلى تسوية كل هذا يتم التنازل عنه بنهاية الأمر. الأساس هو روسيا وأمريكا، هل سيتفقان على المنطقة ولا لا؟ الاتفاق على المنطقة يشمل إيران بالضرورة. نحن لذلك إذا لاحظت هذا الكلام بما أنه وقتنا صار على نهايته انتهى، يعني لبنان وين بكل هذه المنطقة؟ هذه النقطة الصغيرة. شوفي فيك تقولي لبنان وين وتوقف يعني بدون ما تسألي عن شيء. يعني أنا بتصور لبنان مسكين، يعني لبنان بيدق صغير في لعبات الكبار اليوم، والدليل أنه لا في حكومة وقد لا تحصل الانتخابات الرئاسية إذا ما حصل التسوية. يعني الآن إذا لاحظتي، أنا تقديري ننسي لنكون واضحين، لن تحصل تسوية في لبنان بدون اتفاق إيراني سعودي الآن. غير متوفر حاليا، الآن غير متوفر، قد يتوفر لأنه بعد مجيء روحاني كانت الإشارات إيجابية. أمس مجلس التعاون الخليجي بتحفظه على المبادرة الروسية، في احتمالان، إما احتمال أن الأمريكي ما خبره وهذه مصيبة، أنه طب ليش الروسي خبر حليفه وبالنهاية عم يدعم حليفه، طب الأمريكي ما خبركم هذه مصيبة، وإن كان خبره وقبل وقبل وقال فقط تحفظ وأنه ما لا يستطيع الخليجي أن يقول أنا أقبل بهذه المبادرة، وإلا رح يكون موضعه كله موضع تساؤل من قبل العديد من الأطراف داخل سوريا التي دعمها النظام السعودي. طب وإن خبره وقبل، معناته هو قابل بما تكمله التسوية السياسية، إذن الاتجاه لنظام إقليمي جديد، لتسويات إقليمية جديدة. لأنه ما تنسي أنه كمان في بعض الدول إن كان بالخليج أو تركيا وما إلى ذلك، الآن كل دورها إذا حصلت التسوية الأمريكية الروسية محور سؤال، هل ستكون شريكة في هذا الدور، ستكون على هامش هذا الدور. طب حين نكتشف أنه مبارح حتى الفرنسي على ما يبدو كان بعيد عن الصفقة الروسية الأمريكية، يعني حين طرح النقاط كان يكفي أنه يتصل به لافروف لوزير الخارجية الفرنسي لكي يتم تعديل هذه النقاط، وبين أنه في خلاف روسي فرنسي حول الموضوع. أيضا السؤال المركزي، غدا سيلتقي كيري ولافروف في جنيف، هل سنستمر في العمل السياسي؟ شو بدك بالهمروجة الأعلامية؟ الأمريكي لا يستطيع يقول إلا الذي يقوله. أنا اللي لفتني بمجلس الشيوخ وأيضا بكلام العسكريين الأمريكيين وكلام أوباما أمس، أنه يقول نحن إن لم نردع سوريا فهناك إيران وهناك حزب الله. طب شو خص الآن بهاللحظة إيران وحزب الله إن لم يكن صراع بين محورين؟ لا يمكن ننسي التفكير بلبنان حتى بحجمه الصغير الآن. يعني أنا الآن كنت أشاهد معك وزير الداخلية، والله مساكين كلهم، يعني أنا مع تقديري لوزير الداخلية ومع إشفاقي على التركيبة السياسية كلها بلبنان. يعني حين يصل الأمر في هذا الصراع بين المحورين أنه نتحدث هل شرطة البلدية عنده سجل عدلي ولا لا، معناتها نحن عم نصغر المشكلة لدرجة أنه حين يقول لك نحن لا نقبل بالأمن الذاتي، طيب شو ما هو خرق كل الأمن الذاتي بالبلد كله بعد في أمن القوم يعني. راح يعني إذا بتطلع إذا بطلع أنا وياك من الاستوديو من الآن إلى بيتنا مش عارفين إذا في واحد بيوقفك وبيشلحك السيارة وكل ما معك شيء. قدام طول هذا الموضوع؟ أنا بتصور قبل حل الأزمة السورية جذريا لن يكون هناك حل في لبنان. شوفي ننسي لما اختير الرئيس سلام وهو شخصية مرموقة ويحترم الرجل، يعني أنا كتبت تاني نهار لن تكون هناك حكومة لأكثر من عام أو عامين، لأنه واضح كان أنه أنت بعز صراع المحورين، تركيبة الحكومة اللبنانية بدها تسوية، التسوية هل ستقوم؟ لن تقوم، بدك السعودي والإيراني يتفقوا. نحن بهذا الكلام نختم هذه الحلقة، شكرا لك مدير الأخبار في قناة الميادين الإعلامي سامي كليب، أهلا وسهلا فيك أستاذ سامي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.